دائما في الضمائر المنفصلة. عندي هاد الأمثلة هادو، أنا أكتب الدرس، نحن نلعب في الساحة، أنتما خرجتما للنزهة. هنا تلقوا جمل مثلا فيها ضمائر باينين واضحين لنا، كنشوفهم أنا، نحن، أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، هو، هي، هم. الضمائر كتكون باينة واضحة، كنشوفها، كنقراها، كنكتبها بيديا، كنسميها الضمائر المنفصلة. علاش سميناها الضمائر المنفصلة؟ ما ملاصقاش ليا مع الفعل، يعني ما مرتبطاش ليا بالفعل. الضمير باين واضح، كنقراه، كنكتبو، كنشوفو بعينيا. أنا أكتب الدرس، هنا فين هو الضمير المنفصل؟ هو أنا. نحن نلعب في الساحة، جملة فيها ها هو الفعل هنا اللي قبل منه واضح، قبل منه ضمير واضح اللي هو نحن، ما مرتبطش ليا مع الفعل. أنتما خرجتما للنزهة، أنتما ضرورية في الجملة باش نفهمها، كتبان ليا الضمير قدامي، دونك هذا هو الضمير، كنسميه ضمير منفصل. ضمير منفصل علاش؟ حيت ما مرتبطش ليا بالفعل، ما لاصق لياش انا في الفعل. من كنجي نشوف في الجمله كنلقى الفعل قدامي، كنشوف فيه. تيجيو تيقول لكم مثلا حول الجمله التاليه الى انتن، مثلا الى انتن، شو تنجي انايا تنكتب انتن وعاد كنحول الفعل اللي عندي، انتن خرجتن للنزهة، أنتن خرجتن للنزهة، أعتذر، خرجتن مع الشكل، منساش الشكل، الشكل ضروري ومؤكد، وتياخذوا لكم الأساتذة ديالكم النقاط من خلال الشكل. شكلتي راه كيقدروا ياخذوا لكم ربع نقطة نص نقطة على حسب الأستاذ كيف شنو غادي يحسب لك. ضروري الشكل ويكون محفوظ مكتوب وباين للأستاذ باش كيعرفك راك فاهم وراك كتحول الجملة بطريقة صحيحة. إذا كيف قلت، الضمائر المنفصلة كتكون باينة ليا في الجملة، واضحة، مكتوبة، كنقراها وكنبين بأن هذاك ضمير. رجعوا للفيديو ديال الضمائر شنو هما وكل واحد فيهم شنو المعنى ديالو. أنا، نحن، أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، هو، هي، هم، هن، هادو ضمائر منفصلة، منفصلة ما مرتبطاش ليا بالفعل، بوحديتها محطوطة وباينة وواضحة في الجملة، تنظن مفهوم. الآن الضمائر المتصلة، شرحت الضمائر المنفصلة هي كتكون باينة واضحة، الضمائر المتصلة لا، بعكس الضمائر المنفصلة. هادو غنحطهم هنا وغنشوفو غير هاد الجانب هذا. ناخدو فعل مثلا تكلم، مثلا أبي غادي ندير فعل كلم مع ضمير متصل، أبي كلمني، أبي كلمني، شنو غنزيدو لها؟ النون والياء. فعل آخر، أبي سمعني، أبي ناداني، النون والياء. هذا الجزء هذا كنسميوه الضمير المتصل. علاش؟ ضمير كيتحدث عليا انا ولكن مرتبط ليا بالفعل. نحن، ابي كالعاده، كيفاش كنقولها؟ كلمنا، فنحن كنديرو
كلمنا. أنت كلمك. كنزيد الكاف. أنت كلمك. كنزيد الكاف مكسورة. أنتما كلمكما. أنتم كلمكم. أنتن كلمكن. هو كلمه. هي كلمها. هم كلمهم. هن كلمهن. واضح. أبي كلمني. فأنا فنحن. أبي كلمنا. أنت كلمك. أنت كلمك. أنتما كلمكما. أنتم كلمكم. أنتن كلمكن. هو كلمه. هي كلمها. هم كلمهم. هن كلمهن. خصنا نحفظوهم. أنا ندير لكم حيت بان لي بأن من بعدين شي شويش راه ندير لكم خط باش يوضح لكم كل واحد مع ديالو. داكوغ. هادو اللي درت انا باللون الاحمر كيتسمى الضمائر المتصله. علاش؟ حيت مرتبطه ليا بالفعل. مرتبطه ليا بالفعل. والضمائر المنفصله حيت منفصله على الفعل. ها هي واضحه. تنظن واضحه. توقفوا الفيديو تنقلوهم في الدفاتر وتحفظوهم. ضروري ومؤكد يتحفظوا كيف ما مكتوبين باش يجيونا سهلين ان شاء الله. من نكون نصوب الجمل نحولوا الجمل من يعني بالضمائر المتصله ان شاء الله. فيديو اخر.